زالت أشواطنا مستمرة ومتواصلة شوطا يلي الآخر من انطلاقات الخير والبركة مع انطلاقة شوطنا الخامس عشر في هذا الصباح للأبكار المفاريد من مسافة الكيلو ونصف كيلو. نسير وإياكم ونتابع مجريات هذا الشوط، نسير للصدارة للمركز الأول لكي أتابع الشاينية محمد بن محسن الشامر العجمي مع انطلاقة الصدارة وانطلاقة المركز الأول. المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني من خلال هذا التقدم المميز، أتابع عثمان بن محمد الشريف مع شوهين على المركز الثاني. المركز الثالث سعد بن صافي المري مع انطلاقة الشاينية، والمركز الرابع تصل سلام مع صالح بن عتيق المري، والمركز الخامس أرى وأتابع الحاق مع المركز الخامس محمد بن سلمان الدوسري. ولكن أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول لكي أتابع الشاينية مع أبو محمد. من يقدم لنا الشاينية؟ سعد بن صافي المري. ولكن ركز وتابع المركز الثاني، يصل الفهيدي مع انطلاقة غرام راشد بن علي بن محمد الفهيدي المري مع المركز الثاني. ولكن الصدارة والمركز الأول ما زالت الشاينية على الصدارة والعرض الغاي والعصف الأبطان، ولكن الفهيدي غير الأمور مع انطلاقة غرام راشد بن علي بن محمد. الفهيدي المري يغير الأمور وينتقل للصدارة. سلام يا الغويبة، سلام، تحية واحترام لراشد بن علي بن محمد الفهيدي المري على فوز غرام وانتزاعها لناموس هذا الشوط. المركز الثاني سعد بن صافي المري، المركز الثالث 25، المركز الثالث محمد بن علي العجمي مع ذباحه، والمركز 25 الرابع 28 25 8 المركز الرابع.